قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن محور محمد أنور السادات ترس سابقا سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذا تخفيض الكثافة المرورية عند شارع الهرم. وخلال تفقده الأعمال بالمحور أضاف مدبولي أنه سيسهم أيضا في تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر الزمر سابقا، وذلك من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبري الطلبية خدمة للمواطنين، فضلا عن دور هذا المحور البيئي من خلال تخفيض الكثافة المرورية بالمناطق المحيطة التي يخدمها، مطالبا بالإسراع في معادلة التنفيذ بما يسهم في دخوله للخدمة في أقرب وقت ممكن.